السلام عليكم، معكم صابرين واهلا فيكم مره ثانيه. طيب بما انه احنا لسه في انكتوبر، حسيت انه شويه بغير ستايل الفيديو، لانه الفيديو الماضي رغم اني استمتعت فيه بس حسيته شويه ممل بالنسبه لي تحديدا، وما ادري احس لما يكون كذا الناس معي قاعده ترسم معي في نفس المكان. فهذا الاسبوع حبيت اغير عن فيديو الاسبوع الماضي واجيب كراستي وارسم بالستايل اللي انا متعوده عليه، اللي هو افتح صفحه جديده ارسم اكثر من شخصيه في نفس الصفحه وأحبرها بحدي إنكتوبر. فما حرسم يعني رسمات كبيرة زي هنا، بشوف ما حبحاول أحشرها كلها في صفحة واحدة. طبعا هذه الكونسيبت اللي اشتغلت عليها أول، ملاحظين الفرق يعني، هذا اليوم الأول، اليوم الثاني نفسها، واليوم الثالث نفسها، الرابع شوية مختلفة، الخامس مختلفة تماما. الحين نبدأ. عندي ماتش ونست عش وكرابي إيجل وفرقت. رسمات الأسبوع الثاني تقريبا كلها جاهزة. في كلمة ماتش حسيت إنه ما برسم اثنين في حلبة يتضاربوا، حسيت إنه اثنين لابسين نفس اللبس بيكون كويس. هذه هي الفكرة بشكل عام، مو لازم تكون نفسها بالضبط أو نفس الوضعية. نست فكرت، ما أعرف أرسم عش صراحة، فقلت أرسم عصفور ماسك أعشاش إنه قاعد يبني عش. هذه أنا متحمسة لدي الرسمة صراحة، بشوف إيش أقدر أسوي. خلنا نبدأ صفحة جديدة، نبدأ بالماتش. مرسامنا مساحتنا برضو مساحتنا ومرسامنا، هذولي أصدقائي في كل رحلة. شوية لبان ما أناديكم بالدور في البينترست، ندور على couple poses. أبا وضعية على الأقل تبين فيها ملابسهم أنها شبه بعض، يعني زي ذي الوضعية أحس ما راح تناسب. أعتقد وجدت الصورة اللي أبغاها، أعتقد هذه الصورة حتكون حلوة. كم ما حرسم جسمهم بالكامل يعني إلين هنا. نبدأ، هي حتكون أقصر شوية، خلينا نطالع في بعض. حاجة معينة أنا ما أحب أرسم العيال لأنه رسمهم صعب، وهذا جسمه على ذي الناحية رايح. هي عملتها مرة قصيرة، خلينا نطولها شوية. جاء دور صديقنا الثاني، الحين أفكر لبسهم، أخليهم لابسين هوديز أو أخليها هي لابسة النورة وهو بنطلون. أحب أرسم الهوديز والأشياء الكبيرة، أعمل لها كسرات. أوكي، شوية لطيفة لا بأس بها. أحس أبغى أشمر يده، أوكي. الحين حط الملامح، أحس صغرتها بزيادة. طيب الحين يجي شعر البنت، لو أبغى أخلي شعرها طويل حيكون كذا. تدروا أسوأ شيء أحد يحط يده على كتفك وشعرك طويل كذا، ينسحب شعرك، أخليها معصبة. سو يا لا تسوي زي كذا، نصيحة. رايكم اخلي ملامحه هو كذا، انه مستغرب ليه هي معصبه، ايش فيكي كذا؟ شبه زعلانه. نبدا نحبر. ما لحقت اتكلم عن هذه الاقلام، لكن عندي انا 3 رؤوس من شركه برضو ديليتر. تقدر تشتري الرؤوس من مكان ثاني، بس لازم تكون الرؤوس من نفس الشركه اللي تصنع الهاندل القبضه، لانه ما حيكون نفس المقاس اللي يدخل هنا. عندي ذا الراس، هذا الراس مخصص للخطوط النحيفه جدا زي اللي بتشوفوها في مانجات الشوجو. هذا يعمل خطوط عريضه ويعمل خطوط مره نحيفه، ما هي رفيعه زي هذه، لكنها تعمل خطوط رفيعه بحيث اني ما احتاج لهذه. اما هذا النوع، هذا اعتقد جيبن اللي بيعملها خطوط جدا ثخينه، احيانا تطلع فقاعه هنا، انتبهوا بس تفقعوها لانه حتسوي طرطشه في كل مكان. احتاج تدروا ايه مساحة المطاطية. حاليا حنخفف بمساحتنا العادية، هذه المساحة مو افضل مساحة لو حابين تمسحوا الرصاص بشكل خفيف، لانه نظام المساحة دي تحرك الرصاص من مكانه بعدين ترفعه. فاذا حابين بديل للنيتد الريسر، جيبوا مساحة روكو، مساحة روكو قاسية، شيلوا منها الغلاف واستخدموها بهذه الطريقة. حاليا هي مو عندي. على فكرة ريحة الحبر ده ريحة فحم، ما مانع هتذكرنا بالباربيكيو. بس انه يا ريحتها قوية يعني، شامتها وهي فوق الطاولة. كمان حاجة تعلمتها مع هذه الأقلام، انه لو انا ارسم بيد اليمين المفروض ابدأ من اليسار فوق وانزل لتحت، لانه الحبر ما ينشف بسرعة، فاحتمال اني احبر هنا بعدين احط يدي واعدم ام الورقة. فعلى حسب انتو تمسكوا ترسموا بأي يد، يمين او لليسار.
ما ادري حيكون واضح لو اني ما قلت انه متكي على شعره، حتحسه واضح ليه هي زعلانة. هو كمان ليه ما يحس؟ سيبيه سيبيه. هذا الراس ما يشيل حبر كثير، يعني احس احتاج اغطسه في الحبر كثير على اساس اشيل منه. الرؤوس الثانية ما يحتاج اعمل ذا كله مرة واحدة، يمكن تخلص الرسمة كاملة. يا اتوقع انكم توسخوا نفسكم زي كذا. هذا مساح ولا حبر؟ خفت. الحين لو تبوا تتأكدوا انه المكان بلل او لا، جيبوا منديل بس كذا من بعيد اضغطوا عليه. يا لسه طيب. احنا الحين كذا خلصنا الرسمة، بس باقي لنا عينه. واذا تبغوا تمسحوا الرصاص، تجيبوا الرسمة على الاقل نص ساعة ساعة. انا دمرت رسمات كثير بهالطريقة، فما انصحكم تمسحوا بالمساحة الا لما تتأكدوا 100% انها ناشفة. عندنا الرسمة التانية. الرسمة التانية عصفور. اول شيء برسم الغصن. ما اعرف ارسم الشجر والحجر وهذه الاشياء. نرسم عصفور عادي وحرسم في فمه اغصان. هذه الخطة. أبغى أرسم أبسط عصفور في الحياة. كنا نعمل أيام زمان لما كنت في الابتدائي. العصفور نرسم على حرف الواو، بعدين تعملوا خط هنا، بعدين تعملوا عين، بعدين فم. ترى كيوت كيوت. Oh my god، شايفين كيف ما اعرف ارسم الحيوانات؟ لا لا خلني اشيل الغصن كله، احس الغصن قاعد يوترني. لو انا قررت ارسم عش، كيف ارسم دي؟ كيف كيف؟ هاو هاو. اعمل خطوط وبعدين الاماكن الفاضية احط فيها خطوط اصغر. نرسم البيضة هذه حاليا نتبات. ماني عارفة ترى إذا هذه الطريقة الصحيحة في رسم الخشب أو لا، بس أنا قاعدة من راسي. ما أدري إذا قررت أخليها الصفحة كاملة، بس we did it. إن شاء الله ما تتحول لحاجة غريبة لما أمسحها. خلني أحضرها. نمشي للخطة الأصلية اللي هو كذا، فور يبني عش. الحين خلصنا الرسمة الثانية، نبدأ بالرسمة الثالثة. أحس الأسبوع الماضي أرسم لين أعمل الفويس أوفر وأعمل إديتينج، وأنا ماني عارفة هل هو بيناسب الكلام اللي راح أقوله فوقه ولا لا، بس أنا كذا مستمتعة. أحسكم كذا معايا وأنا قاعدة أرسم كرابي. هذه الرسمة في بالي أسويها من أول وأحس حتكون حلوة، بس مش عارفة لو أقدر أضبط اليد أو لا. خلينا نعمل لها إيش أقول لكم، طريقة في الهروب رائعة. نرسم لها كذا سويتشيرت. شايفين كيف بدل ما أتعلم الشيء أتعلم كيف أهرب منه؟ هذه نصيحتي لكم. بعدين الغيوم هنا حتكون ابا عينها متغطية. هنعمل شعرها ناعم وريح نفسي. مسح الجزء الداخلي منه. يا خليني اخلي شعرها كيري.
هذا كله ترى وان دب على فكرة. هذا الدب الثاني. خلنا نرسم رسمة اليوم الرابع. يوم الرابع ايش كانت؟ ايجل. هذه حتكون ممتعة احس. نبدأ بالتفاصيل. ما بأرسم العين حقت النسر وتبين كأنه عينها هي، أطلع شكلها غريب. أمسح هذول، يعتقد نشفوا. حبر يصير أفتح لما أمسحه. ما أدري إيش هذا اللي رسمته لها، بس أذكر في ريفرنس رسمت منه هذه الرسمة. كان في أذنها حاجة زي كذا مركبة. صارت زي القطرة الكبيرة في من الحبر. خلينا هذا نرسم عينه. الحين كايند انا مش عارفه ايش راح ارسم فيها. للحظه جاء في بالي انه ابى اعبي الصفحه كلها برسمه الاسبوع كامل، فالحين اللي في بالي ارسم كايند. كايند يجي بمعنى طيبه القلب او نوع او صنف. كايند كايند نور، اعطيني كلمه كايند، رسمه لكلمه كايند. شخصيه مثلا هبدا انمي، اي حاجه ايش تعبر لك كايند. مثلا الام تحضن ابنها. احس عرفت ايش ارسم. بالسوفار. هذه حابة الصورة. وبأعمل فار يمكن في شنطته. خلينا نبحث عن كيوت ماوس. أبغى شيء زي كذا. اوكي think I'm done. يا رب يا رب العالمين. اعتقد نشفت مرة اخيرة. هذا لا. اوكي تبغوا تمسحوا الرصاص، تجيبوا الرسمة على الاقل نص ساعة. يا راسي شيكت على ذي وقمت مسحت هذه. خلنا نشق الصفحة كلها ومن القهر. عندي هذا. يا ربي يا ربي. تدروا لو استخدم فرشة. تدروا كانها طالعة الظل. باقي كم رسمة؟ ويت. امتي باقي بس امتي امتي امتي. رسم علبة حبر فاضية، بس حنخلي فكرتها انها شفافة، علبة شفافة عشان تبين انها فاضية.
وفيها شوية حبر كذا، غطاها طاير في الهواء. إنك فكرة بسيطة لطيفة. يمديني أرسم هنا، الله يمديني أرسم فوق الإكليريك. طار أنا. أوكي، أعتقد نقطتها شوية. بقت لي آخر رسمة هو رسمة فورغيت، ما حرسمها لأني نسيت أرسمها. فبالي شيء أسوي إني أحدد الأطراف، بالي ماني عارفة راح أخربها أو لا، بس أبغى أعمل زي كذا إنه ألون الأطراف المساحات الفاضية هذه. كان في بالي أظللها، بس حاسة ستايل الصفحة كذا أحلى، أبيض وأسود بالكامل يعني من غير أي درجات رمادي ما عدا هذه اللي دمرتها. كمان حاجة الإنك حسيتها مرة حلوة، باين قاعدة أتهرب من الرسمة. anyways guys صراحة مستمتعة بالفكرة هذه إن أجمع الرسمات كلها بصفحة واحدة، مع إنه ما كانت الخطة زي كذا في بداية الفيديو. فعليا باقي رسمة واحدة بس تجاهلتها وطنشتها. ما أدري إذا أقدر أسوي نفس الشيء الأسبوع الجاي، قولوا لي رأيكم، حابين أعمل فيديو يوم بيوم كل يوم في صفحة زي الأسبوع الماضي ولا زي اليوم. الحين يجي للسة الأسبوع الجاي، خلينا أتذكر إيش هي لسة الأسبوع الجاي. اليوم الأول حيكون حيوان مدرع، نوع من أنواع الثدييات. اليوم الثاني حيكون flow، تدفق أو صفة تنقال في العادة للسوائل. اليوم الثالث مالح salty. اليوم الرابع scrub، خدش أو كشت. اليوم الخامس حيكون ذي الحصان أو البونيتيل. اليوم السادس خدعة أو محتال. واليوم السابع حيكون bad dog اللي هو كلب سيء. هحط لكم لسه في الشاشة، بس أنا ترجمتها وكتبتها في الدفتر على طول. عندي خلفية على معظم الكلمات ما عدا كشت وخدعة، ما في راسي شيء أسوي عليه، عرفتوا؟ إذا حابين تشاركوا في اللستة تقدر ترسلوا لي إياها في الخاص في الانستغرام أو على الديسكورد. تقدر ترسموا نفس الرسمات اللي رسمتها ترسلوا لي إياها في الخاص برضو وأشاركها معاكم هنا. في أحد أعطاني فكرة على فقرة معينة وحسيتها فكرة حلوة، إنه كل نهاية فيديو أحط الرسمات اللي الناس رسمتها، سواء كان فان آرت أو كان رسم ورسمات أنا رسمتها. ناوي أعمل هذه الفقرة. فبشكل عام إذا عندكم رسمات إنكتوبر وتشاركوا فيها ارسلوا لي إياها في الخاص، أو إذا رسمتوا رسمات أنا رسمتها سوريا برضو في الخاص وحطها في نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا اللايك والمشاركة. أشوفكم في الفيديو الجاي، باي. اللي شارك الأسبوع الماضي كان سول ورسم، أعتقد نزل 5 رسمات، باقي له رسمتين غالبا حينزلها في حسابه، لكن أنا قاعدة أعمل إديتينج ومستعجلة أنزل الفيديو، فأروح شايف على حسابه. وعندي كمان صديقتي مها رسمت رسمت هذا الأسبوع، ونزلت لها رسمات الأسبوع الماضي. وأشوفكم في فيديو الأسبوع الجاي، باي.